حبينا نشارك في هالمسابقة، والهدف منها نرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها جامعة الإمارات. هو في الحقيقة اختبار وتحدي لنا، نحن الحين في نهاية مشوارنا الدراسي نختبر أنفسنا إذا نحن نقدر نطبق اللي درسناه قبل، وإن شاء الله في هالمسابقة نحصل المركز الأول. وهالمسابقة إن شاء الله بتكون في سنغافورة، وهي عبارة عن مسابقة إيكوشيل ماراثون، وهدف هذه المسابقة أن ننتج منها سيارة أقل استهلاك للديزل أو الوقود. وبالفعل جينا بسيارة فيها الكثير من الابتكارات محافظة على البيئة. في سيارتنا أوجدنا العديد من التكنولوجيا الحديثة، وابتكرنا جهاز يتحكم في كمية ضخ الوقود إلى محرك السيارة. أغلب مكوناتها من مادة الكربون فايبر، مما يجعلها خفيفة الوزن، تعمل بواسطة محرك الديزل بمقابل لتر ونصف ديزل قد تمشي إلى مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر. So we started working on this project in August of 2016, and since then the students have completely manufactured and designed this car. And I'm very proud of this group of students because they have done all this by themselves with the limited help from me. طبعاً مثل ما قال الشيخ محمد بن راشد، أنا والشعب نحب الرقم واحد، وفعلاً نحن نحب الرقم واحد وفعلنا الفوز.